في حين تستعجل نقابة التربية القائمين على الوزارة الوصية تحديد موعد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، ما زال الغموض سيد الموقف، حيث تمسكت الوزارة بعدم إصدار أي بيان رسمي يحدد تاريخ دخول التلاميذ، ما سيعود بآثار سلبية على مصلحة المتمدرسين واستقرار الموسم الدراسي، كون العودة إلى مقاعد الدراسة تحتاج إلى استعداد نفسي وتربوي. بالنسبة للتلاميذ له توابع كبيرة، من بينها أنه لا يعرف ولا يدري متى الدخول المدرسي. أولياء تلاميذ كذلك يشعرون يعني بأنهم بنوع من التململ من هذه السياسة الجديدة لوزارة التربية. ترك المجال للشائعات التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي جعل العائلات الجزائرية في حيرة من أمرها، خصوصا تلك التي تنقلت من ولاية لأخرى لقضاء العطلة الصيفية، رغم حقهم في التعرف على تاريخ الدخول المدرسي وإعلان مسبق بأيام ليتسنى لهم برمجة أنفسهم وضبط عقارب ساعاتهم على موعد الالتحاق بالمؤسسات التربوية. عندما يكون هناك فراغ للمعلومة الموثوقة والرسمية من الوصاية بالطبع سيفتح يعني أبواب للإشاعات والمعلومات المغلوطة، وهذا أيضا سيؤدي إلى التوتر والقلق في نفسية بالطبع الأولياء وخاصة وأيضا الأبناء التلاميذ، لأن هناك اللي مازال لحد الآن يعني مازالهم في عطل، يعني مخدوا عطل لخارج الوطن، وهناك أيضا يعني يتسبب أيضا في بعض المشاكل بالنسبة للتلاميذ اللي راح يتحولوا من ولاية إلى أخرى. ترك الأمور مبهمة رغم اقتراب انقضاء شهر أوت الجاري سيفتح الباب أمام عديد التساؤلات، بل وسيزيد من توتر التلاميذ والعائلات، ما سينعكس سلبا على نفسيتهم أثناء دخول المدرسي.